طبعا الشيء المؤسف حينما تصادر الحرية بسبب الأمن أو شروط السلام العامة، ولهذا السيد القائد العام حقيقة متألم للحادث، والعراقيون أيضا متألمين، لأن ما هو ذنب طفل يحب أن يقضي وقت معين بالطوبة وتجيه هيك حالة وتأخذ روحه أو تسوي له عوق، فنشعرك القصور. ولهذا سيادته شكل تحقيق، هذا التحقيق سيفضي إلى توصيات، وأعلم هذه المرة ستكون هنالك عقوبات لمن يوجد عليه تقصير، ولكن بدوره الأبوي وكقائد عام سيتبنى كل الحالات التي تحتاج إلى رعاية وعناية في داخل العراق، والحالات المستعصية سيتم إرسالها إلى خارج العراق. القرادات الموجودة بداخل المدن وبداخل الأزقة، يعني ما تعتبر هذا خلل؟ يعني طبعاً يتم معالجته طبعاً. هي وحمولاتها موجودة في داخل الأزقة نفسها. التحقيق سيكشف هذا الشيء، ولكن ابتداء احنا قلنا أنه هو حادث عرضي وينقص إلى شروط السلام العامة. الشروط السلام العامة معناها إجراءات، فهنالك من قصر في الإجراءات، وعلينا بعد التحقيق من تجي التوصيات لسيد القائد العام سيتخذ فيه إجراء. ستكون حملات واسعة. طبعا هذه رسالة لكل المتجاوزين، يجب أن يخضعون إلى القانون، وكل مخالف يجب أن يتقيد بشروط السلام العامة. شروط السلام العامة وجدت لحمايته ولحماية الناس ولحماية المحافظة ولحماية العراق، فمن يقصر بتأمينها هذا الشيء سوف يحاسب. كم وصلت أعداد جرحى الشهداء؟ وصلت إلى دائرة صحة الرصافة 12 حالة إصابة، كان عدد الشهداء 9 شهداء. بالحقيقة المصابين حاليا المتواجدين في مستشفى الكندي 3 فقط، بعد أن تلقى البقية العلاج وخرجوا متعافين.